يقول السائل: المسائل الخلافية التي ربما أرى فيها خلاف ما يراه ولي الأمر، هل له طاعة علي في هذه المسألة؟ يا أخي، المسائل الخلافية التي هي موضع الاجتهاد، إذا حكم ولي الأمر برأي من الآراء تجب طاعته، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذه قاعدة، حكم الحاكم يرفع الخلاف ما دامت المسألة اجتهادية. نعم.